خليني أقول، عندما اقتبست في رسالة غلاطية إصحاح الرابع والآية 4، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا. هذه الكيفية اللي جاء فيها الله، كان ممكن ينزل على الأرض، كان ممكن يظهر مثل ملاك، كان ممكن يعمل أمور خارقة، لكن لاحظ أنه هنا فكرة التجسد غير ظهورات العهد القديم. الظهورات كانت لفترة بسيطة وجيزة، يمكن أكثرها لبضع ساعات مع إبراهيم، لكن التجسد هو مرحلة ابتدأت في هذه البذرة من الروح القدس، كما قال الملاك الروح القدس ليحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هذا القدوس هو يسوع المسيح اللي تنبأ عنه إشعياء قائلا يولد لنا ولد ونعطى ابنا. فالولادة أحبائي في ملء الزمان في بيت لحم، نعطى ابنا، فالمسيح هو عطية السماء جاء في ملء الزمان، أو كما قال عنه يوحنا الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع.